شكرا كريم، شكرا يا كريم. عليك السلام. ازيك يا كابتن باس؟ ازيك يا كابتن كريم، عامل ايه؟ الله يخليك، كل سنه وانت طيب، والف مبروك الانضمام لنادي الزمالك. طبعا طبعا يا كابتن كريم، شرف لي انا اكون موجود في نادي الزمالك طبعا. يعني السنه دي بقى فريق الاحلام، مجلس الاداره بيعمل للزمالك فريق الاحلام، فما عندكوش حجه بقى السنه الجايه. والله يا كابتن كريم ناس محترمه، وانا بشكر الكابتن احمد سليمان والمستشار مرتضى منصور، ناس كانت شارياني وانا تحت امر نادي الزمالك. يعني يعني كنت انا وكريم خلاص هنخلص نادي انبي وكده، وبشكر نادي انبي جدا جدا، ناس محترمه جدا. كنت هتخلص في انبي يا كابتن باسم؟ ها فعلا كنت خلص في انبي وكده، وماجد نجاتي وكابتن عبد الناصر، ناس محترمه جدا جدا جدا، وانا بحترم نادي انبي ونادي الاهلي ونادي الاسماعيلي ونادي سموحه، كل الانديه اللي اتفاوضت معايا انا بحترمها جدا وعلى راسي مفاوضات من كريم. بس اللي اشتراني واللي انا شاريه نادي الزمالك، ورغبتي طبعا العب في نادي الزمالك. الامور الماديه خلصت معاك بسهوله داخل نادي الزمالك، ووقعت 3 سنين النهارده. ناس محترمه جدا يا كابتن كريم، وفعلا شاريني، وقبل ما اوقع خدت فلوسي ومستحقاتي كلها يا كابتن. قبل ما اوقع العود. والله. ناس محترمه جدا جدا جدا، وبشكر الكابتن احمد سليمان وملتزمين، ويعني نادي الزمالك يعني بجد المستشار مرتضى منصور نادي يعني فعلا يعني وجهه نظر اتغير تماما. طيب قول لي يا باسم، نادي فعلا محترف. يعني باسم قول لي السنه الجايه نادي الزمالك خط الوسط والهجوم هيبقى حاجه ناريه، يعني باسم مرسي، خالد قمر، ويليام جبور، ايمن حفني، محمد ابراهيم، معروف يوسف، يعني هتحاربوا عشان الواحد ياخد فرصه ويكون موجود داخل التشكيل الاساسي. شايف وجودك داخل نادي الزمالك السنه الجايه في التشكيل الاساسي هيكون ازاي، من خلال مين زميلك او مين انت؟ هل هتقدر تحجز تشكيل اساسي، ولا هيبقى في منافسه وحرب قويه جدا ما بينكم كلاعبين؟ بص يا كابتن كريم، والله يعني انا شرف ليا اكون اتمرن تحت قياده الكابتن احمد حسام ميدو وكده، وفي خالد وفي ويليام جبور، وفي يعني يا كابتن انا ابتدي اعمل عليا العب ما العبش تحت امر نادي الزمالك في وقت، بس انا رايح نادي الزمالك عشان اخد دوري، اخد كاس، اخد دوري افريقيا، مش رايح ان انا افكر العب ولا ما العبش. انا رايح افكر ان اخد بطوله. فاللي دايما اللي بيفكر ياخد بطوله يا كابتن يبقى هيلعب، يعني مش حاط في دماغه اللعب. انا ان شاء الله هلعب، ان شاء الله باذن الله بتوفيق ربنا معايا هلعب ان شاء الله. طيب كابتن، رقم 10 يا كابتن كريم تقيل. انا شايف رقم 10، فقلت بقى لا ده يعني خلاص كده بقى نقدر نقول مارادونا نادي الزمالك الفتره الجايه. لا يا كابتن، انا نادي الزمالك طبعا نادي محترم، وانا اتشرف ان انا استشرت نادي الزمالك، ونادي الزمالك ده نادي كبير وطلع لعيبه يعني احسن لعيبه في مصر. يعني عارف انا اكتر حاجه سعيد بيها باسم، ان انا الحمد لله السنه اللي فاتت وانا بتفرج عليك في الدوري مع الانتاج الحربي، قلت ان باسم مرسي ده هيبقى حاجة كبيرة جدا، فيعني اتحققت أمنيتي إن أنت تكون موجود في منتخب مصر، وتسجل كمان في مباراة دولية أمام جامايكا في أول مشاركة ليك، وإن أنت تكون في نادي كبير، فدي حاجة بصراحة بتسعدني، إن الواحد توقع إن هيكون في لعيب مميز، بس لازم طبعا يعني الأمور داخل نادي الزمالك أو في أي نادي كبير بتختلف عن الإنتاج الحربي، بيبقى محتاجة جهد أكبر وتركيز أكبر يا باسم. كابتن انت من الناس اللي انا شكرتك على الهوا كابتن كريم، اول واحد استضافني السنه دي كابتن كريم حضرتك طبعا، وطبعا كنت يعني الناس اللي يعني اللي طلعوا في ظهري وكده، وانا بشكرك يا كابتن كريم والله العظيم. لا يعني والله يعني هي مش حكايه شكر، هي حكايه لا 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 انت تستحق، انت تستحق. بص يا كابتن كريم، بص انا طبعا بس اديني فرصه في الاخر اشكر ناس معينه كده، انت من ضمن الناس اللي انا بشكرها فعلا والله العظيم، دي عشان هوا ولا حاجه، فعلا انت فعلا يا كابتن كريم الناس اللي كانت واقفه معايا وكانت مؤمنه بيا، لازم اروح المنتخب، ولما رحت المنتخب قلت كابتن شوقي غريب طبعا، يعني ده اختيار صح، يعني انا متابع كابتن كريم متابع اختلاف في دار على طول والله الحمد لله. بالتوفيق يا باسم ان شاء الله مع نادي الزمالك. كابتن كريم اشكر بس اللي هو ماهر كوز ده رئيس نادي الانتاج الحربي، وبشكر ناس اللي في الانتاج الحربي كلهم، يعني الناس دي وقفت جنبي وساعدوني كتير يا كابتن، وكابتن اسماعيل يوسف طبعا يعني ابويا كابتن اسماعيل. اكيد اكيد. وكابتن محمد، وطبعا بقى انا اقول لك اخويا الكبير وحبيبي وابويا كريم حلمي طبعا، يعني طبعا اكتر واحد وقف جنبي يا كابتن والله. انا سامع كمان كابتن اسماعيل يوسف خلاص يعني رحل عن الانتاج الحربي، واللي هيتولى المهمه الموسم القادم كابتن رضا عبد العال. انا لسه عارف النهارده الكلام ده كابتن كريم برضه، يعني كابتن رضا عبد العال هيتولى تدريب الانتاج الحربي في الموسم القادم. كبير، مدرب عظيم والله، مفيش مشكله. طبعا كابتن رضا عبد العال طبعا يعني كان بيدرب بلدي طنطا، يعني اكيد انت رايح طنطا تحتفل بقى النهارده. طبعا يعني انا بشكر مهاب برضه شغال مع كريم ومحمد، يعني الناس دي كلهم ساعدوني يا كابتن كريم والله. اكيد بالتوفيق يا باسم ان شاء الله في الموسم القادم مع نادي الزمالك، وعنصر مهم جدا او صفقه قويه جدا.